كيف تقرأ الصراع الذي يدور الآن بين الإعلام الأمريكي اليساري وبين تملك إيلون ماسك لتويتر؟ هذه المعركة ما الذي سيكون تأثيرها؟ اليوم سنشهد طبعا بروز وسائل أخرى بديلة كما حدث بعد التلفزيون، صدر وسائل التواصل الاجتماعي، سنرى اليوم تقنية جديدة يعمل عليها الآن للتواصل المسكون كما يطلق عليه، اللي يكون جزء من الإنسان نفسه، وهذا يتبناه طبعا إيلون ماسك بزرعة الشرائح وغير ذلك، لأنه اليوم سيكون الإنسان جزء من التواصل وليس التواصل جزء من الإنسان، وبالتالي هذا سيمهد الطريق لنقلة كبيرة. زي ما السيارات حتكون ذاتية القيادة، سيكون الإنسان ذاتي التواصل. بمعنى؟ بمعنى أن الرسالة ستصل لك مباشرة بدون أي فلترة، وسيكون الغث أعاننا الله يعني بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، ولا توجد حوائط صد أمنية من الممكن التصدي لها. سترفع الآن درجة الاستعداد من الجانبين للمعركة الأكبر القادمة. هذا يتطلب وعي، معركة أفكار ومعركة أيديولوجيات اللي جاية. أي يعني هذا يتطلب استعداد حقيقي من ناحية تهيئة فكرك، هويتك، كيف تقدمها، كيف تعززها، لأنه ما يحدث اليوم، كنا زمان تقريبا نتندر على من يتحدث عن الغزو الثقافي، اليوم نحن نرى أن الأطفال مكشوفين بلا حواجز أمام هذه الوسائل، ويحميهم القانون العالمي للأسف. إحنا اللي نرى الآن فوضى.